قطه يا حيرفع ايده خليها عيدنا. اهلا بيكم في بدايه الكورس، وخليني في الاول ارحب باول اتنين نجحوا في كيف تحصل على الطلاق السريع. هما يقدموا نفسهم بقى، نتعرف بيكم. انا نورهان، متطلقه بعد 24 يوم من الجواز. 24 يوم رقم برضه. تعرف بيكي؟ انا بكي نام، اتطلقت في الفرح بعد البوفيه على طول. بعد البوفيه على طول. عقبالكم ما اشوفكم كلكم متطلقين ومتشردين في المحاكم. خلينا بقى نركز في الكورس النهارده، ازاي احصل على الطلاق السريع، ازاي اتلكك لجوزي واجيبه من رقبته. اول حاجه بنتلكك منها للراجل هي الموبايل، بنجيبه من رقبته. مين مذاكر الدرس بتاع الحصة اللي فاتت؟ أنا. اتفضلي. الباسورد لو مش بتاريخ جوازك أو عيد ميلادك يبقى أكيد بعيد ميلاد واحدة تانية، وكده يبقى بيخونك. طب لو مش برقم؟ يا أم سعيد اصبري، لو صبر القاتل على المقتول. ما تبصليش بعين رضية، ماما تعبت فيا. ماما إيه العلاقة يا أم أرواح؟ لقيت حضرتك مزنوق، رحت قلت أساعدك. مش وقته يا أم أرواح. كملي يا استاذه نضال. لو مش عاملوا ارقام وعاملوا حرف الاكس يبقى متجوز عليكي وانت الاكس، ولا ايه؟ لحقتينا الله يسترك. وفي الحاله دي نعمل ايه؟ ده نعومه كده في بحر الغد. احنا عندنا بيروت متحضرين كتير، باليوم اللي راح نطلق فيه بنظهر نسهر نرقص ناكل ونشرب وبعد هيك بيطلقني. خلونا يا جماعة في نهاية الكورس نفرح بقى شوية ونتبسط بالأمامير الحلوين وأول ناس نجحوا في كورس الطلاق السريع. مرحب بيكي يا آشا، دي بلدك برضو. وابوك الله يرحمه كان حبيبي قوي. يا ما كنا مانجا هندي واستحمينا في بانيو هندي وركبنا الفيل الهندي وكله هندي على هندي. ايه يا عم سامح السريتي، ما تخليك معانا شوية. انت مش فاهم حاجة، ده ولادتها على ايدي. لا بقى خلي بالك عشان دختي برضو. شكرا نيدر، تقيش وتفتقر. يا رب. الله يفقرك ويفقرهم. يا عم انت بتقولك تعيش وتفتقر يعني تفتكر، انت بتعرفش هندي ولا ايه؟ مرة اعرف انك بتفهم، ربنا يخليك يا زمار. بقولك ايه يا متر، احنا يا اخويا كده عاملين اللي علينا وزيادة. اهو جايبين لك الجثة قدامك اهو، يعني عملنا اللي علينا. بقولك يا متر من الاخر كده، قولنا بقى ايه اللي في الجراب مرة واحدة، عشان احنا مش هنفضل رايحين جايين ومصاريف على الفاضي. ايه ده زمارة؟ ما يهمكش يا ابن عمي، انا قريت في كتاب الشعر الفيلسوفي الاستاذ عباس حمودة، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يا عم ده مثل. يا عم انت في ايه يا زمارة؟ قول لنا بقى في تاني ولا لا؟ والله كله باشارته، ما اقدرش اقول لك وما اقدرش اقول لك لا. ايه ده؟ شاعر قاعدين مع شاعر؟ يا عم ما تخلينيش امد ايدي عليك بقى. السوري متر، اصلا اهو يا زماره هولو ده يا حبتين. يا زماره وات ذيس اتس هولو. هولو والنبي لهولو. والنبي هولو اللي على الاصفر. هولو هو بقى، انا مال. خلاص بقى يا عيال، والنبي يا متر خلصنا، ابوس ايدك، انا حاطه الاكل على النار حيشيت. افراح طبخه بسله النهارده. اخرس انت بالهنا والشفا يا افراح، مطرح ما يستري همري. في ايه يا عم انت اخد فوار؟ بقول لك ايه، احنا كده قدامنا كتير ولا لا؟ بصوا بقى اقول لكم حاجه، انا مهمتي بتبدا وبتنتهي ان اسلم لكم راسكم مع اخواتكم الشرعيين. عايزين اكمل اكمل، عايزين نقف لحد هنا قولوا له اقف. ايه رايكم؟ كمل. استعنا على الشعب. حبيب يا حبيب، واحد الطماطم وقرنين فلفل. انا مش فاهم هي الكلاب اللي في الشارع فين يا بابا. مالكش دعوه بالكلاب، واحد الطماطم وقرنين فلفل. قرنين فلفل
دي كده. هات قرن الفلفل الاولاني ده. مية 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 مية. انا مش فاهم برضه انت هتحط الكبدة امتى؟ مفيش كبدة، لحسة كبدة. وبعدين نحط الطماطم ونحط الفلفل. طب انت بتوشوشني ليه؟ انت اعمل اللي انت عايزه يا بابا. اللي انت عايزه اعمله كله يا بابا. بس انا مش فاهم برضه يعني هي الكبدة هتتحط امتى في السندوتش؟ انا ما بحطش كبدة. الزبون يجي يلاقي السندوتش مليان ياكل ياكل ياكل. الشطة تملى بقه ما يحسش بالكبدة. غش! انت بتغش يا بابا! اخرس! افتح ايدك! افتح ايدك! افتح ايدك! اخرس! اخرس! غش ايه؟ حمد زريب بيغش الكبدة يا ولد! بس! بس! ايه؟ ايه الكبدة؟ الكبدة تلاجة، الناس ما بتحبهاش، كبدة جمعية، الناس ما بتحبهاش، أنا بوفر ما بجيبش كبدة أساساً. أنا عايز 100 جنيه هطلع رحلة مع عسلية وزمارة. قول لي بقى إن الموضوع رحلة، كل شوية رحلة ب 100 جنيه ب 200 جنيه ب 300 جنيه، اتفضل. أدي 100 جنيه أهي. كبدة عم ظريف أحلى كبدة فيك يا بلد. اللي يشوف عربيات الكبدة من فوق غير اللي يشوفها من تحت. إيه ده؟ إيه ده عادل ده؟ أنت هتمثل ولا إيه؟ العربية دي أقدم عربية فيك يا بلد. دي مظاهرة، ده أنت عايز تحبسني. انت بتسيبنيش اتقمص ليه؟ ايه ده؟ انور وجدي فيلم الاسطوره وحياه ام لاكله كبده وكبده كلاب واوديه المستشفى ياخد 21 حقنه. ألف 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 مبروك، وأنت ألف تانية كمان. ألف مبروك يا زمارة، ألف مبروك يا عسلية. الله يبارك فيك يا عمرو. على إيه يا حبيبي؟ أول مرة أحس إن أنا وشي حلو عليك. يا عمنا المقدمة عريضة قوي. إيه عايز تقول إيه بالظبط يا أستاذ عمرو؟ أختكوا آشا أول ما حطت رجلها في مطار القاهرة ومضت الفيلم المصري الهندي المشترك، حلفت ما يغني التتر اللي أخوها زمار. إيه ده؟ هي آشا نزلت مصر؟ أمال مين يا حلو أنت وهو اللي خدتها ورحتوا النعمان المحامي؟ صباح! صباح الفل يا عمرو. عامل إيه؟ وحشنا. صباح العسل. إيه الأخبار؟ آشا مين اللي نزلت مصر؟ أختنا؟ ولا نعمان إيه؟ إيه اللي حصل يا عمرو؟ ما تقول لنا بوضوح أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أعرف بتنصبوا عليا ليه يا أولاد إمبابة؟ اول حاجه ما صبتش عليك، زمارة اللي عامل كل حاجه، هو اللي جاب البنت صباح وقال لها تعملي هنديه وصينيه وعمل لها كل حاجه. وانت بتعترف على اي حاجه كده؟ انت لو مسكوك في الاسم هتعترف عليا؟ ما تسكت بقى. ايوه يا عم، ما حدش يبص علينا. بص علينا ليه؟ صحاب في بعض. عشان انت سبتنا يا عم. بتسيبنا ليه؟ وسبتنا ومشيت، قلت لك انا هتصرف وتصرفت. المهم يا عمرو دلوقتي مش هي كلت على نعمان المحامي؟ كلت عليه، يبقى كده هيدينا الاخت او الاخ اللي بعديها. الحركه دي ما تتعملش تاني يا اولاد امبابه. ماشي ماشي. وانا بكره هروح لنعمان المحامي خليه يطلع لنا النمره اللي بعدها. ماشي عمرو. الله صحيح يا عمرو، هي ايش قالت لك؟ ان انا اللي هغني معاها تتر الفيلم؟ مش لما تنزل مصر الاول؟ يا كذاب، وانت اعترفت ليه؟ اعترفت ليه؟ انا ما قلتلوش ان صباح عايزه 200 جنيه. بس بس اسكت اسكت بقى. ياض يا ابن ال ايه ايه يا اخي؟ انت فزعت الواد يا اخي. باشا باشا باشا، بقول لك ايه يا خيبوش، سيبك من جو التحايش ده وخليك معايا شويه. إيه انت حافظ الاغنيه بتاعت احمد عدويه بتاعت ياحو الحبايب؟ عدوية جايلي في عدوية حريقة. هو في حد في جمهورية مصر العربية مش حافظ كل أغاني عدوية؟ اه حضرة الناظر بقى. طبعا. يعني حافظها خيبوش؟ طبعا يوم. طب قولك كده معايا كده خيبوش، دندنها كده معايا بس واحدة واحدة عليا يا خيبوش. ها ياض ابن حظ، خد منك. هم تكاتيكا هم هم تكاتيكا هم هم تكاتيكا هم هم تكاتيكا. لا 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 لا، ياحو الحبايب مش دي، ياحو الحبايب واحد تانية. اه راحوا الحبايب. أوه. اوكي. هم تكاتيكا هم هم تكاتيكا هم هم تكاتيكا هم.
ياح والحبايب بقى لهم عام والتاني يا ابني انا مازن ياح والحبايب بقى لهم عام والتاني يوم يجي عقلي في راسي ويوم يميل ايه يا خيبوش ده واحد بتاع بصل بيدندن جنبي ايه يا خيبوش الجو وحش ده الله يمسيك بالخير يا عدويه بقول لك يا اتولعت كده حريقه انا لا معايا ولاعه ولا كبيت امال الحريقه ده ايه اسمها ونطه صحيح اسم ما بيولعش